هنتكلم يعني طبعا الشوط الاول من مباراه مودرن فيوتشر وبيراميدز انتهى بالتعادل السلبي 0-0، ولكن سيطره كامله لفريق بيراميدز يا كابتن حماد. اكيد استحواذ لبيراميدز بشكل كبير وضاغطين فرقه فيوتشر في وسط ملعبه، واحنا شايفين كمان الضغط من قدام، يعني هما من فوق بيضغطوا من فوق، مش عايزين فيوتشر يتعدى وسط الملعب. السكواد بتاع بيراميدز قوي جدا يا كريم، عندهم الرباعي الامامي. يعني كابتن حماده شايف الشوط الثاني هيمشي بنفس السيناريو، تفوق بيراميدز، استحواذ وضغط وفرص لبيراميدز، ولا فيوتشر ممكن يعدل من ادائه في الشوط الثاني او يلعب على حاجات معينه المدرب البرتغالي، خصوصا ان برضه يعني في دكه قويه لبيراميدز ولفيوتشر في الشوط الثاني؟ بص يا كريم، بيراميدز خلاص فرض سيطرته، شخصيته ظهرت على فيوتشر، فيوتشر قلقان خلاص دلوقتي من بيراميدز، راجع في وسط ملعبه، بيراميدز ضغطه بشكل كبير، بس يخاف من الهجمات المرتده. خلي بالك النهارده فيوتشر عنده ممكن يعمل هجمات مرتده عند الاربعه اللي قدام، ناصر ماهر وناصر ماهر وفاروق ومروان، بيستغل اي فرصه، مروان هداف كبير وعنده عمر كمال وباسم، بيقدروا يعني باسم علي الظهير الايمن والايسر جناحين، يعني عمر كمال بيلعب باك ليفت النهارده مكان، يعني ده بيبين لك ان هو جوكر، يقدر النهارده الراجل ريكاردو بيقدر ان هو يحطه في اي مكان في وسط الملعب، في الباك ليفت بيقدر يلعب تحت الفيرو، بيلعب على الجناح. فعمر كمال عبد الواحد من اللعيبه اللي بتريح المدير الفني، بتديله كذا اوبشن يقدر يستغله في الملعب. لكن النهارده زي ما انت قلت، النهارده برضو لو بنتكلم على الدكه برضو بيراميدز قويه جدا، بس النهارده بيراميدز انا بقول انه ما استغلش الشوط الاولاني اللي فيوتشر رجع بعد حوالي 15 دقيقه من الشوط الاولاني، خلاص رجع وسط ملعبه، كان بيراميدز لازم يترجم الكرات دي لفرص. ان احنا شايفين كمان يا كريم الشيبي وكريم حافظ متقدمين، ده بيوصلوا لجوه ال 18، يعني شفنا كريم حافظ في شوطه من على ال 18، الشيبي جوه ال 18 الكره العرضيه اللي اتعملت له.